مساء الخير مشاهدينا، رجعنا لكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم بالإمكان اللي يهتم بالتغذية الصحية السليمة للإنسان اللي تقيه من الإصابة بالأمراض وأيضا تساعد على التعايش مع الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وارتفاع الكوليسترول في الدم وغيرها من الأمراض. وهنا نود الإشارة إلى مساهمة تلفزيون دولة الكويت مع إدارة التغذية والإطعام وبرعاية حملة كان للوقاية من الأمراض السرطانية. وتقديم هذا البرنامج اليوم راح يكون معانا ضيف مميز، ويمكن كلكم تعرفونه من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الدكتور أحمد محمد عبد الملك، أخصائي طب العائلة بمستشفى الأحمدي. مشاهدينا فاصل وراجعين لكم. رجعنا معاكم مشاهدينا، واليوم حلقتنا راح تكون وايد مميزة مع أشياء احنا كلنا نحبها ونفضل ان نتناولها طول اليوم، اللي هي المشروبات، سواء كانت مشروبات اللي تصحصحنا مثل القهوة، مشروبات اللي تساعدنا على الاسترخاء بالليل مثل زهرة الكاميليا اللي معانا الحين انا ماسكتها بايدي، وايضا المشروبات الثانية الشاي، وعندنا العصائر اللي تعطينا الانتعاش خلال فترة الصيف. ومثل ما قلت لكم راح يكون معاي الدكتور أحمد عبد الملك، واللي هو أخصائي في طب العائلة وأيضا ناشط في التواصل الاجتماعي، وأكيد أنكم كلكم تعرفونه من الإنستغرام أعتقد دكتور أكثر شيء. مساء الخير دكتور، وأرحب فيك معاي. مساء النور، يعطيك العافية، وأحب أشكر الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله أقدم يعني معلومات بسيطة ومفيدة حق أعزائي المشاهدين. إن شاء الله دكتور، أول شيء أنا عندي دائما مو نقد هو بس هجوم، بهجم عليكم الأطباء اللي قاعدين تتعدون على تخصصنا إحنا أخصائيين تغذية. يعني شوف وايد معلومات قاعدين تعطونها هي معلومات صحيحة بس إنه بعيد جدا عن تخصصكم كأطباء. صح، فليش دكتور؟ صح، أنا يعني أتكلم وايد عن التغذية يمكن أكثر مما أتكلم عن الطب، لأني أنا يعني أشتغل في وزارة الصحة، ما أشتغل في وزارة علاج الأمراض. إينا. الطبيب اللي ما يتكلم عن التغذية تأكد إنه يشتغل في وزارة علاج الأمراض، كل اللي يسويه إنه يعالج المرضى. الصحة والغذاء خطين ماشيين مع بعض. صحيح. الكثير من الأمراض سببها التغذية. على سبيل المثال، مثلا إذا أنت أكلتي شيء ما يفترض إنك تاكلينه، مثلا أكلتي الدهن الترانسفات، الدهن المشبع اللي موجود مثلا بالبيتزا والهمبرجر، اذا اكلتيه بكميه كبيره راح تحوش السمنه، والسمنه راح تعطيك سكر وامراض ثانيه. صحيح. اذا مثلا اكلتي اشياء اكثر مما ينبغي ان تاكليها، مثلا اذا اكلتي صوديوم اكثر من الطبيعي راح يحوشك ضغط الدم. صح. او مثلا اذا ما اكلتي اشياء من المفترض انك تاكلينها، اذا ما اكلتي خضروات والياف احتمال كبير يعني تصابي لا سمح الله بسرطان في الجهاز الهضمي. فيعني جزء كبير من الطب هو التغذيه، وانا برايي الدكتور اللي ما يتكلم عن التغذيه هو طبيب مقصر جدا بحق مرضى، عشان شي تشوفين وايد يتكلم عن التغذيه. دكتور هو شوف يعني انا ما بي يعني ما راح يكون هجومي وايد قوي، لان نعرف تعريف الصحه من منظمه الصحه العالميه ان هي الصحه مو بس ان اكون انا جسمي خالي من الامراض، هي الصحه الجسميه عامه، النفسيه. صحيح. العقليه. صحيح. فممكن ان صح تدخلون بتخصصات ثانيه خاصه التغذيه، لان لها علاقه جدا مباشره بصحه الانسان وتقي من العديد من الامراض. صحيح. بس مداخله، بس الصحه اسم عام وشامل يشمل يعني صحتك، وقتك، سكرك، نومك، نفسيتك، حركتك، غذائك، فالصحه هي شكل عام. وانا عشان شيء انا اقول لك هي النظره الصحيحه هي النظره الشامله للصحه. يعني احنا كاطباء احنا غلط بس نعالج الامراض ونشخص الامراض، لازم ناخذ الصحه من جميع نواحيها. دكتور سووا بعض الدراسات اللي تكون مثلا كرساله ماجستير ولا دكتوراه عشان يشوفون المعلومات التغذويه عند الاطباء، فلقوا ان نسبه قليله من الاطباء عندهم معلومات تغذويه يعني جيده ان يفيدون فيها المريض. فبالعكس يعني هو شيء وايد زين، بس يمكن احنا شويه غيره التنافس بالمهنه ممكن شويه اللي يخلينا نهاجمكم، ان طبيب قاعد يتكلم بالتغذيه المفروض انه لا، بس هو لا صحيح كلامك صح، وبالعكس احنا نشجع خاصة الأشخاص المختصين واللي قاعدين يعطون المعلومة الصحيحة للناس، لأن إحنا بالآخر يعني مهنيين نبي نفيد، ورسالتنا مو بس علاج، رسالتنا توعية، لأن التوعية هي أساس
الوقاية من الأمراض. دكتور رح ندخل الحين بموضوعنا. قريت في مقالة من مقالاتك المتعددة صراحة، واللي أنا وايد حبيتها دكتور لسبب إنها معلوماتها بسيطة وعلى طول يعني الشخص يستفيد منها بشكل سريع. كاتب في أحد المقالات: لا تشرب سعراتك الحرارية. مو كل الناس تفهم هذه المقولة، نبي دكتور ندخل شوية تفاصيل على أساس نعرف عليها. خلينا بس نبسطها. ما هو السائل الوحيد الله سبحانه وتعالى خلقها في الكرة الأرضية؟ الماء. صح، انزين. نسبة الماء في الكرة الأرضية كم تقريبا؟ بين 65 و70%. ونسبة الماء في جسم الإنسان هي نسبة مشابهة، 65 إلى 70%. كل الحيوانات الله سبحانه وتعالى خلقها ماذا تشرب؟ الماء. تشرب الماء، وهذه كلها إشارات أن السائل الوحيد اللي الله سبحانه وتعالى حطه صحيح. بالكرة الأرضية لنا هو الماء، والماء هذا الماء هو نفس ما تعرفين خالي من السعرات الحرارية طبعاً. خالي من الدهون وخالي من أي مواد حافظة، فهذا السائل الله سبحانه وتعالى خلقه لنا حتى نشربه. المشكلة أن إحنا ما قلنا نشرب ماء، ليش؟ قمنا نشرب سوائل ثانيه فقل شربنا للماء. هذه السوائل الثانيه البديله للماء تحتوي على سعرات، تحتوي على سكر، تحتوي على مواد حافظه، كلها تاثر سلبا على صحتنا. عشان كذي انا يعني من القواعد البديهيه البسيطه انك ما تشرب سعراتك من الماء. الله خلق الماء خالي السعرات، فانت تشرب الماء خالي السعرات، السعرات تحصلها من الاكل العادي، الاكل الصلب خلينا نقول، مو السوائل اللي احنا قاعدين نشربها. دكتور يعني في دائما احنا يعني نعرف السعرات الحراريه تدخل بالجسم كسعره حراريه سواء كانت من اكل او شيء، بس انه دائما احنا نقول ان السعرات الحراريه اللي جايه من السائل اسرع تحويلها الى دهون تتراكم داخل الجسم من السعرات الحراريه لما تاخذها من طعام صلب يعني صحيح. وهذه معلومه يعني دائما احنا نحب نوصلها للناس، وعلى اساس انه يعرفون شلون يختارون المشروبات. سؤال دكتور، هل العصير الطازج، خلينا نتكلم عن الطازج، يدخل من ضمن هذه المقوله ان ما نشرب سعراتنا الحراريه، يعني حتى العصير الطازج ما اشربه؟ زين، خليني اسال السؤال بصيغه ثانيه ما يخالف، ايه افضل، البرتقاله او عصير البرتقال؟ انا بالنسبه لي البرتقاله. البرتقال افضل، إيه؟ ليش؟ لان فيها الياف، فيها اصلا حتى الفيتامينات اللي موجوده داخلها تكون للحين داخلها قبل لا تنعصر، لان تفقد العديد من الفيتامينات وبعدين صح. تشبع اكثر. شب صح، هذه الاجابه احنا دائما نسمع، هالاجابه صحيحه تقريبا 90%، لكن دكتوره مو دقيقه. ليش؟ اي افضل، البرتقاله او العصير؟ يعتمد على شلون تسوين عصير البرتقال. المشكله ان اكثرنا شلون يسوي العصير دكتوره؟ يعصرها ويعصرها، يعني اكثر فائده بالبرتقاله ما ناخذها اللي هي الالياف، والالياف وين موجوده دكتوره؟ بالطبقه البيضه الخفيفه اللي فوق البرتقاله. وايضا نزيد الامر سوء ان نضيف سكر مع العصير. البرتقاله واحده تقريبا فيها 60 سعره حراريه صح. والعصير بالافرج فيه 160-170 سعره حراريه، فهي خطه يعني غير حكيمه اذا احنا عصرنا البرتقاله وشربنا العصير، لان شلنا فائده البرتقاله اللي بال يعني الفايبرز في الالياف، وزدنا السكر طبعا وزادت السعرات الحراريه. لكن اذا دكتوره قلت انا قشرت البرتقاله مع الحفاظ على الطبقه البيضاء وقمت بعمليه فرم البرتقاله تمام وشربتها من دون سكر، راح تكون نفس الشيء كاني قاعده اكل راح تكون مساويه طبعا. فاي افضل، العصير او البرتقاله؟ يعتمد شلون تسوي عصيرك ويعتمد شنو نسوي بعصيرك. انا ما يعني انا كطبيب ما ودي ما اعطي خيارات للمريض، يعني في بعض الناس يحبون ياكلون البرتقال اللي هي افضل صح. بس في بعض الناس ما يحبون ياكلون، يحبون ياكلون العصير، فانا وعي شلون تسوي عصيرك فننصحهم عمليه فرم البرتقاله بدلا من عمليه عصر البرتقال. دكتور في الحين العصارات الجديده اللي قاموا يستخدمونها اللي تحط كل الفاكهه داخلها، بس هم دكتور ما تشوفها تطلع ثقيله؟ يعني هم بتحسها انه طالع سائل اكثر من انه تكون الالياف، وبعدين لما تبي تنظف هذه العصاره، يعني العديد من الناس انغشوا بهذا هذه الماشينز او المكاين مالت العصير، لما تيجي تطلع تبي تنظفها فتلقى الكثير من الالياف داخل، ما سوينا شيء. يعني هذه انه يعني بس نبي نوصل معلومه للمشاهدين انه هي فقط للواحد يبيعها، لان اذا نزل لك ماي يعني كل الالياف راحت. دكتور تعتبر انت هذا ماي وسكر ولا كعصير برتقال؟ يعني الحين انا عصرت البرتقاله بدون اليافها وصفيتها
وخليتها قاعده اشربها بالكوب، تعتبره ماي وسكر؟ لا، انت حصلتي على الفائده الغذائيه الموجوده بالبرتقاله من مضادات اكسده ومن فيتامينات، لكن عنصر مهم جدا اللي هو عنصر الالياف غير موجود، وهذا احنا بس يعني معلومه ان احنا لما ناخذ شيء سكري لازم نعادله بشيء فيه الياف. اي نعم. فالله سبحانه وتعالى خلق البرتقاله فيها سكر فيها الياف عشان هذا يعادل هذا. احنا شو نسوي؟ احنا نشيل الالياف ناخذ بس السكر، وهذه المشكله. دكتور، في شغله ثانيه الحين احنا دام دخلنا شويه بالعصير، خلينا نصنف العصائر الحين. اوكي، العصير الطازج اللي ناخذه من الفاكهه، لكن العصائر اللي نشتريها الجاهزه بالجمعيات ايا كان نوعها، هل هي نفس الفائده او ان مثلا لان دخول مواد مضافه او طريقه تصنيعها؟ فممكن دكتور تفيدنا بهالنقطه. عصير البرتقال اللي ينباع بالجمعيات عباره عن عده انواع. افضل هذه الانواع عصير البرتقال اللي هيك معصور اللي يكون طبيعي. هذا تقريبا نفس عصير البيت تسوينا، هذه مده صلاحيته تقريبا يوم الى 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 يومين. هذا خيار زين، لكن انصحكم يعني اقروا المحتويات شوفوا كمية السكر اللي الموجودة. دكتور اللي يكونون محطوطين مع الطازجة ويكون مع الثلج حاطينه مع الثلج، فهذا يكون خيار يعني هذا يكون أفضل خيار داخل الجمعية، لكن يجب أن تقرا محتوى السكر الموجود. الأشياء الثانية هني اللي أنا ودي أتكلم فيها، لأن هذه صايرة وايد فيها يعني وايد خدع، وايد فيها اعتقاد خاطئ أن السكر الجاهز هو بديل صحي أو بديل يعني ممتاز. لا، عصير البرتقال ترى ما في من البرتقال تقريبا الا صورته. افضل عصير برتقال كميه البرتقال الحقيقي الموجود فيه 30%. اي نعم. وهذه 30% ايضا ممكن اضافه الماء فيها، فهذه افضل انواع العصير. وفي انواع مشهوره من العصير وايد ناس يشربونها، نسبه العصير البرتقال 10% والباقي كله سكر وماء ومواد حامه. زين دكتور، اللي مكتوب عليه العصير 100% اللي هو اللي قاعد تقول انه 30% بس برتقال، ولا هذا غير؟ يعني مو العصير الطازج اللي تكلمنا عنه بالاول، في عصائر الباكس مالتها يقول عصير فاكهه 100%. هذا هو اللي فيه 30% بس البرتقال. الشركات للاسف لها عده طرق لتضليل المستهلك، يعني هي ممكن تكتب على عصير مصنوع من البرتقال الطبيعي، لكن لما تقلب العلبه يعني تلقى ان نسبه العصير اللي هي نسبه البرتقال مثلا هي 30% فقط. زين دكتور، ونكتار وشراب؟ الشراب هو اسوء انواع الخيارات الموجوده، لان تكون نسبه العصير فيه تقريبا 10%. اي افضل انواع هي العصير مثلا عصير البرتقال او المانجا، تكون نسبه الفاكهه فيه 30%. 30% والنكتار اللي هو تكون فيه الفاكهه ولا تركيبه ثانيه؟ النكتار يعني النكتار هو مصنوع من عصير الفاكهه. من عصير الفاكهه. اعتقد لما يكون مركز يكون تركيز العصير وبعدين نسبه يعني 30 يعني 10% من 30%. اوكي، فالافضل اذا راح نشتري العصير اللي بالباكس او المعلب ناخذ اللي هو اللي فيه 30% او اكثر. الافضل ما تشتري العصائر دكتور، يعني لكن اذا مضطرين خلينا نقول. احنا بس رساله الى الامهات ورساله الى اولياء الامور، دائما نشوف وجبه المدرسه يحطون فيها العصير صحيح الذاهب، هذا ظنا منهم ان هذا خيار صحي، وانا ما الومهم، لان يعني هي نتيجه لحملات الدعايه والاعلان. صحيح. الربط ان هذا خيار صحي. هذا مو خيار صحي. انا بالنسبه لي تحطين حق ولدك مثلا حليب طازج هو افضل من هذا، افضل خيار. لان حتى دكتور في بعض المرات احنا دائما نقول خاصه الاطفال بالاعمار الصغيره ان في نسبه محدده، يعني جمعيه الاطباء الاطفال الامريكيه حاطه ان نص كوب باليوم للأطفال من السنتين إلى تقريبا 10 سنوات، بس نص كوب اليوم. بس المشكلة اللي إحنا نشوفها أنتوا الأطباء وأخصائيين تغذية، إحنا يعني مثلا تي الأم تقول أنا ولدي ما يأكل وبالآخر زين لما تأخذ منها التاريخ ماله مثلا من يوم تشوفه شارب يمكن 5-6 قواطي من العصير، هذه فيها تقريبا 500 سعرة حرارية. هذا اليوم نفسه تي العيادة تقول ولدي ما يأكل، عطني فاتح شهية، ولما نفصل معاها نلقى ان هي تعطيه باليوم مثلا كميه عصير يعني كثيره وكميه حليب كثيره، ترى معده الطفل ترى صغيره جدا. صحيح. يعني ولما نملاها بعصير والعصير هذا كله سكر، فايش راح يصير؟ الشهيه عنده اللي هي يعني على قده راح تنصق بهذا السكر وهذا العصير. فما راح
ما راح ياخذ اكله، فاحنا حتى الاشياء المفيده حتى الحليب للاطفال يعني ننصح ياخذون كوب الى كوبين باليوم حتى لا يؤثر على شهيه الطفل. شهيه وباقي الاكل اللي جسمه يحتاجه، جسمه في طور البناء يحتاج بروتينات، كربوهيدرات، دهون. صحيح. دكتور، طب من الاشياء اللي وايد مهمه عندنا بحياتنا احنا المشاريب، يعني مثلا انت وقاعد على المكتب لازم يكون مثلا معك كوب القهوة أو الشاي أو حتى مثلا خلينا نقول عصير، شلون أنا أقدر أخذ أو أحول مشروبي من غير صحي لمشروب نوعا ما صحي؟ نوعا تمام، هي اشرب بس اشرب صح، مثلا اشرب القهوة بس اشربها صح، اشرب الشاي بس اشربها صح، اشرب العصير نفس ما قلنا بس اشربها صح. خلينا نتكلم على القهوة كمثال. القهوة مخلوق بريء جدا، القهوة تقريبا خالية السعرات الحرارية، ترى فيها 10 سعرات حرارية وكلها مضادات أكسدة وفيها يعني نسبة من الكافيين اللي ممكن يفيدك. لكن هذه القهوة إذا رحنا مثلا وقال لك اللي يبيع بالقهوة would you like to add cream، would you like to add syrup، القهوة اللي فيها 10 سعرات المفيدة ممكن بالإضافة هاي تتحول إلى 500 سعرة حرارية. صحيح. فتحول الى صمونه يعني برجر 500 سعره حراريه. يعني ليش تسوي المخلوق البريء هذا الى شيء ضار بصحتك؟ إيه؟ طبعا غير السعرات، يعني انت ما تصورين، الناس ما يدرون ان هذا فيها دهون متحوله. صحيح. فيها سكر عالي وفيها صوديوم، يعني انا يعني ينصدمون يقول لهم ترى القهوه فيها ملح. وشلون فيها ملح؟ هي خلطه اللذه. إيه؟ عباره عندها سكر وملح. صحيح. فهم يعطونك خلطه اللذه هذه. دكتور، راح نطلع فاصل صغير وراح نرجع مع القهوه ونشوف شلون نقدر نعدلها انها تكون قهوه نوعا ما صحيه حتى لو باخذها مع الحليب او مع الكريمه. مشاهدينا فاصل ونراجع لكم مع القهوه الصحيه. رجعنا معاكم مشاهدينا وكنا قاعد نتكلم عن القهوة. دكتور، تكلمنا أن القهوة لما يحطون عليها الكريم ويحطون عليها أنواع الحليب وهم المنكهات اللي ممكن تعطيها سعرات حرارية زايدة. في شغلة دكتور شوية الناس مو عارفينها عدل، أن لما حضرتك قلت أن فيها ملح فيها صوديوم، أن ما حد يتوقع أو ما حد يتقبل لأن لازم الصوديوم يعني مالح لما تقول لهم ملح. فبس دكتور نوصل لهم معلومه ان الصوديوم والصوديوم كلورايد. دكتوره، اغلب الملح اللي قاعد ناخذه ترى مو من مملحه. قاعد ناخذ الملح اللي من خشب بالاكل، اللي من خشب القهوه، اللي من خشب بالبيتزا، اللي من خشب بالخبز، اللي من خشب كل انواع الماكولات طبعا. نفس ما قلتي، نوع الصوديوم المستخدم ما تشعر انه مالح، لكن يعطي لذاذة للأكل، ممكن على مدى بعيد يخليك مدمن لهذا الطعم. يعني مثلا الإنسان اللي متعود يحط ملح على الأكل راح يتعود طول عمره، لأن إنسانه تعود على الطعم المالح. هذه مادة الصوديوم الموجودة تخليك مدمن، بس المشكلة أنك ما تدري أنك مدمن، يعني لأن تصير أي شيء اول ما تجوع تبي شيء مالح، لان هذا من كريفينج كريفينج. فعلى ما حسب انك تعود مثل ما تقول حلمات التذوق باللسان يصير الطلب. دكتور، مثل ما قلت بالاول ان اذا القهوه الامريكيه العاديه اللي احنا تقول ما فيها اي سعرات حراريه، 10 سعرات حراريه يمكن اذا زادت بدون اي اضافات، حطينا لها الحليب كامل الدسم، هاي صارت تقريبا خلينا نقول 170 سعره حراريه زياده. اذا كان الكوب العادي اللي هو يسمونه الريجولر سايز، مو الجراندي او البنتي، وبعدين نحط الكريمه، فهذه صار عندنا الكريمه دهن، يعني يا ريت دهن، بس دهن متحول ترانس فات، يعني ريت الدهن مفيد، ريت الدهن عداني حتى، يعني دهن طبيعي. افضل خيار للقهوه هي القهوه السوداء من دون اي اضافات، أي القهوه الامريكيه، القهوه العربيه، القهوه التركيه، من دون اضافات، من دون سكر، من دون حتى الاسبريسو يعني تدخل من هم يدخل داخله معاهم. الحين في من الاشياء اللي هم ابي انبه المشاهدين عليها، التريك اللي يسوونها او الخدع، انه مو كراميل، سولتد كراميل اللي هو الكراميل المملح. انا دكتور بالنسبه لي كراميل مملح يخليك ما تحس بالطعم الحالي مال الكراميل، فيصير تاخذ منه كميات اكثر، يعني كثر ما حط لك هم يحطون بالميزان فيقول لك مره او مرتين. سولتد كراميل تحط منه 3-4 مرات ما راح تحس بطعم السولتد كراميل. طبعا هو يعني
أسوأ من الكرم العادي. الشركات شو تسوي؟ كل فترة وفترة لازم في منتج جديد، كل فترة وفترة لازم في 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 هبة جديدة. تسمعين بامكن لاتيه كافيه، وايت موكا فلات كافيه، ما ادري شنو. فكل فترة فيها منتج جديد. يا ريت المنتج يعني كشيء صحي، كل مرة يكون المنتج أسوأ من المنتج اللي قبله. واحنا مجتمع الهبات، فكل شيء نازل. واحنا منتجع يقول لك would you like to add، تقول له يس. انا يعني انصحكم كل ما اقول لك تسمع الكلمه would you like to add، يقول نو وتصمم على نو، يعني تصير مصمم عليها هذه. بس يمكن دكتور الموضوع انه التذوق او شيء، بس هذه الامور تخليك مثل ما قلت كريفينج، اللي هو تشتهي هذا المنتج لانه اصلا طعمه حلو يعني. فاحنا ما، انا بالنسبه لي دكتور دائما اقول ما نقول لا حق كل شيء، ان ممكن ناخذه باعتدال. يعني مثلا خلينا نقول مره بالشهر نطوف لنا مشروب احنا نحبه مع لعب رياضه مع الاكل الصحي طول اليوم، فممكن ان الواحد يعادل بهال. هذا كلام صحيح. ترى فطره الانسان وعقله ما يقبل الحرمان او المنع. احنا نقول ان هذا المشروب اللي هو فيه 50 مسؤول لا يستخدم بشكل يومي. انا اشوف طلبه الجامعه كل مره تدش المحاضره ويدش المحاضره مع المشروب هذا. احنا هذول نقول لهم هذا غلط، سلوك غذائي خاطئ. لكن بتاخذونه من فتره لفتره، احنا ما عندنا مشكله. احنا ضد الحرمان، واحنا مع اعتدال يعني، ومع الثقافه الغذائيه والصحيه. هذا نبي نوصله يعني. يعني ان احنا نوصل معلومه، ما في اكسترا توبينج، ما في اب اند داون الكراميل ولا الشوكليت. غير الغذائيه الفلوس يعني. كل توبينج زياده في يمكن دينار زياده عدل. صحيح. اربع دنانير خراب صحه قاعد يقولون لي دكتور من الكنترول، اربع دنانير قهوه ليش؟ صحيح. دكتور في شغله دائما نقول احنا هم نتهم القهوه تسهرنا، تزيد ضربات القلب، انه بموضوع معدل الكافيين، ايش كثر مسموح، خلينا نقول مسموح للاشخاص العاديين تناول القهوه باليوم؟ القهوه طبيا وعلميا اعلى حد يعني مسموح فيه هي 400 ملي جرام حق الانسان العادي، وكانت مرأة حامل تقريبا 200 ملي جرام، اللي يعادل 4 اكواب قهوه تقريبا. هذا الكلام العام، لكن الكلام الاصح والادق ان حساسيه الكافيين تختلف من انسان الى اخر. مثلا في انسان يشرب مثلا دله قهوه وينام بعدها بنص ساعه ما عنده مشكله، وفي انسان يشرب شويه شاي وما يقدر ينام او تحوشه رقع او تحوشه شيء. حساسيه الكافيين هي تعريفها يعني جسمك كيف يتعامل مع كميه الكافيين هذه. الكافيين ممكن يسوي لك رقعه ورعشه ويعني اضطراب بالنوم. انت حدد الكميه اللي تحسها مناسبة حقك. الكافيين والقهوة مفيدة باعتدال، انك ما تسرف فيها طبعا، ولها وايد من فوائد صحية. وايد دراسات اثبتت انها تقي من الامراض ومن من السرطانات، وسبب مضادات الاكسدة الغنية الموجودة فيها. لكن النصيحة الصحيحة اعتدل فيها، واشرب النوع الصحيح نفس ما قلنا من دون اضافات هذه. دكتور هل الاضافات مثل الحين عندنا، خلينا نقول القهوة التركية، في القهوة التركية العادية، في القهوة التركية اللي هي القهوة الفرنسية اللي يكونون ضايفين لها الكوفي ميت، وفي القهوة العربية. نسبة الكافيين تختلف بكل واحد. أنا دكتور اللي أعرفه كثر ما حمصنا القهوة كثر ما قلت نسبة الكافيين. لا الكافيين فيها يعني كل ما كانت بنية أغمج كل ما صار نسبة الكافيين أقل فيها. يمكن عشان كذي أنا القهوة العربية ما أقدر أشربها بالليل، بس تعطيني إسبريسو أو قهوة تركية على طول أنام بعد 5 دقائق. طبعا القهوة راجع للخيار الشخصي للإنسان. أنت قلتي أن القهوة التركية، احنا قلنا القهوة السوداء بشكل عام مفيدة، القهوة السوداء من دون إضافات. القهوة الفرنسية فيها الكافي ميت، يعني أنا لو أني نحلل شنو الكافي ميت، عبارة عن 26 مادة. صحيح. وما في حليب، يعني هو مبيض القهوة يسمونه، أنا أسمي مسود القهوة لأنه هو يخرب القهوة. فأنا ما أنصحكم بالقهوة الفرنسية. القهوة التركية يعني القاعدة العامة القهوة السوداء هي المفيدة. تبي تضيف شوية، ضيف أنت حليب طبيعي صحيح، قليل دسم. أما تحط لي الأشياء إضافة، لأن في دهون مهدرجة، ومثل ما قلت دكتور في 26 مادة فيها دكتور ليش؟ تعطي عشان تعطيك النكهة. أنت حط الحليب، حط شوية عسل أو شوية سكر باعتدال، وأنت سوي قهوتك. صحيح. يعني هو بالآخر دكتور الحين قاعدين ندور ونقول إن الاعتدال هو مثل ما نقول، أنا دائما سيد الموقف في كل هالأمور. ندخل دكتور الحين على انواع الشاي.
حضرتك جايب لنا الشاي الاسود، الشاي الابيض، هذا مو شاي، هذه يعتبر اعشاب او زهره. نبي نتكلم دكتور عن الشاي. ابي شويه ارجع لبدايات الشاي، وين كان، وهل احنا المجتمع العربي او مثلا الجزيره العربيه عندنا الشاي اكثر كان بالاول ولا القهوه؟ يعني منو اللي دخيل علينا؟ بالتاريخ ماكو ذكر للشاي بالتاريخ العربي الى القرن السابع عشر تقريبا، احنا اخذناه من الهند، من بدينا نزورهم ويعني هذا اخذناه عندنا الشاي، فما ماكو ذكر للشاي قديم يعني قديما في تاريخ العرب. القهوة كانت موجودة يعني فترة سابقة، لأن القهوة أصلا مصدرها من المدينة باليمن، أظن مدينة المكلا، حتى أظن كلمة موكا مخذينها من الكلمة من الكلمة هذه. زين، الشاي طبعا الشاي عدة أنواع، لكن كل الشاي كل أنواعه يأتي من شجرة واحدة اسمها علميا شجرة الكاميليا سينايسيز، هي كل أنواع الشاي سواء أسود اخضر ابيض، الشاي الصيني، حتى لو سمعت الحين شاي ازرق اصفر بنفسجي، كل الشاي اللي هو التي ياتي من هذه الشجره. لكن يعني كيف اصبحت يعني اسود او اخضر او ابيض يعتمد على كيف تعامل ورقه الشاي بعد الحصاد. الشاي الاسود اللي هو اشهر انواع الشاي يعني يخضع لعمليه غسل وتجفيف، فتقل فيه مضادات الاكسده ويزيد فيه الكافيين. الشاي الاخضر عملية التصنيع فيه أقل شوية، فتكون نسبة مضادات الأكسدة بالشاي الأخضر أكثر من الشاي الأسود، ونسبة الكافيين بالشاي الأخضر أقل من الشاي الأسود. الشاي الصيني اللي الناس عبالهم من الخواص السحرية هو شاي بين الشاي الأسود وبين الشاي الأخضر. أفضل أنواع الشاي من الناحية الصحية هو الشاي الأبيض، لأنه عالي جدا بنسبة مضادات الأكسدة ونسبة الكافيين فيه خفيفة جدا، فهو يعني يصلح حتى حق الناس اللي عندهم حساسية كافيين، الشاي سهرة والشاي يسوي له رقعة، الشاي الأبيض هو أفضل خيار. دكتور بس يعني كلهم فيهم مو نفس الفائدة، تتفاوت نسبة الفائدة مالتهم، لأن هي من مضادات الأكسدة اللي هو الكاتيكين والفلافونويدز اللي موجود فيها، فيعني مو شرط أروح أشرب شاي أخضر أو مثلا أشرب الشاي الأبيض، يعني هذه اللي الناس اللي يروحون لها أن أنا أبي أخذ الفائدة راح أخذها بس فقط من الشاي. الناس ترى الناس وخاصة النساء ما يشربون شاي أخضر الفائدة، يشربونه حق شنو؟ حق الدهون وتخفيف الوزن. انزين ايش رايك دكتور؟ انت ايش رايك دكتور؟ لا طبعا اكيد لا، هو ممكن انه يساعد بنسبه قليله، وبنسبه قليله يعني مو انا اخذ وجبه دسمه وبعدين اشرب شاي اخضر راح ينزلني. ولا دكتور كان شفت كل الكويت ما فيها نسبة السمنة اللي احنا موجودة عندنا. عدة دراسات علمية تمت على هذا الموضوع، اشارت الى ان شرب شاي اخضر عفوا ممكن يسرع عملية الايض ويحرق لك تقريبا 25 الى 30 سعرة حرارية. فانا حسبتها عشان تحرق كيلو واحد تحتاج ان تشرب اكثر من 300 كوب شاي اخضر، يعني راح يصير رجل اخضر قبل لا تحرق سعرة حرارية. هذا اذا افترضنا انك ما تحط سكر، لانك اذا حطيت سكر راح تزيد سعرات الحرارية طبعا. فهي خطة شرب الشاي الاخضر لتخفيف الوزن وحرق الدهون هي خطة فاشلة جدا. دكتور في مثلا الانواع الشاي اللي هو مثلا ايرلي جراي او انواع الشاي اللي ممكن يضيفون عليها، هي هذه نكهات فقط لا غير، مو انه نوع شاي يعني نبته معينه من الشاي. لا هو نفسه شاي اللي قلتيه ايرلي جراي هو اشهر انواع الشاي يستخدمونه بلندن، وايد يحبونه لان اظن كان رئيس وزراء عندهم يحبه. هو شاي عادي مع نكهة البرتقال، ورقة البرتقال، فيصير الشاي له طعم معين. صحيح. يعني هم نرد ونقول هو شاي من هذه الشجرة الواحدة اللي أوراق الشاي وتمت بس إضافة شيء لها. انزين دكتور في من الأشياء اللي دائما الحين كل نشوف نروح احنا صار عندنا شغلة طبيعية ان نروح للأماكن اللي تبيع أغذية طبيعية أو أغذية خاصة لنزول الوزن. الحين آخر شيء شفناه أن الشاي الأزرق أو هو البلوتي عشان ينزل الوزن، ينزل أعتقد يقولون 3 كيلو أو شيء،
فشنو رايك بهالموضوع؟ خلنا ناخذ قاعده، ماكو شاي له خواص سحريه. زين الشاي اللي ينكتم على انه يخفف الوزن غالبا تضاف فيه مواد ممنوعه، واشهر هذه المواد هي ماده السيبترامين اللي ممنوعه طبيا. هذه كان في دواء عندنا سابقا اسمه الريدكتيل، كان عباره عن هذه الماده، هذه الماده تسد الشهيه عند الانسان، لكن بعد ما نزل السوق بتقريبا سنه لاحظوا ان نسبه الجلطات الدماغيه والسكتات القلبيه بالناس اللي استخدموا هالماده هذه زادت الى شكل كبير، فعلى طول وقفوا الدواء وانسحب من كل الاسواق. قاموا النصابين والنصابات شنو سووا؟ جابوا هذه الماده وكل شهر يطلع لنا منتج للتخسيس، يحطونه شويه مع الشاي مع القهوه مع الكبسولات مع السليمينج مع هذا، كل فتره يطلع منتج والسالفه هذه الماده الممنوعه اللي موجوده، فماكو شاي او ماكو قهوه خضراء او ماكو شيء يساهم بتخفيف الوزن. يعني هذا المنتج انه ما يعمل، يعني في ماده ضاره. ماده ضاره، هذه مشكله. وبعدين ما يحطونها، وانا بعض استغرب انه يكون موجود في بعض المحلات التجاريه الكبيره، يعني يمكن حتى هم ما يطالعون، لان بلوتي في بعض المرات يكون انه جاي من ماركه اصلا الناس قاعده تتداولها، عشان يمكن الظاهر يصير اسهل شراءه. نعم. لما تكون الماركه معروفه يعني دائما متعودين عليها. دكتور، في عندنا مثلا الفوائد قلنا عديده للشاي، هل في له اضرار؟ الشاي العادي الاخضر الابيض هل منه اضرار مثلا اذا زدنا كميه الشرب؟ مثلا قلنا القهوه اذا الشخص العادي 4 اكواب باليوم اساس تعطينا 400 ملغ كافيين، الشاي نفس الشيء ينطبق عليه ولا؟ نفس الكلام الشيء. هي نسبه الكافيين تقريبا هي المسموح فيها 400 ملغ الكافيين، هذا من شاي من قهوه من مشروب غازي من نفس المصادر. الحين اضرار الشاي، يعني اذا ممكن كناحيه طبيه افكر انه الانسان اللي عنده فيه فقر دم مثلا ويكثر بشرب الشاي وخاصه بعد الوجبات ممكن هذا يزيد فقر الدم عنده، فدائما انصح اللي عندهم فقر دم او اللي دمهم على الحفه انه ياخذون الشاي بعد الوجبات بساعتين. دكتور، اضافه الحليب او مثلا الحين شاي الحليب ولا شاي الكرك، هل يقلل مثلا من نسبه الكافيين او انه مثلا يقلل من امتصاصه؟ يعني في فايده ان نضيف الحليب على الشاي ولا هي بس كعاده؟ يعني احنا هي ما في فائده طبعا، شاي الحليب خاصه في فصل الشتاء يعني وايد وايد لذيذ كلنا نحبه. من الناحيه الغذائيه اضافه الحليب الى الشاي يقلل من امتصاص مضادات الاكسده الموجوده داخل الشاي. فاذا انت يعني صحيه جدا وتبين مضادات الاكسده شربي الشاي من دون حليب. لكن اذا من فتره لفتره شاي الحليب يعني مشروب بس مضار، يعني انه يقلل بس مضادات من مضادات الاكسده. دكتور، في انواع شاي هي مو شاي، هي مثلا اعشاب اللي مثلا نقول مثل الزهره الحين اللي موجود عندنا هذا والعديد من انواعه، هل فيهم فائدة أكثر مثلا؟ يعني أستبدل أنا مثلا أساس ما بكافيين، أستبدل الشاي بهذه الأعشاب ولا أن شربت شاي أو شربت الأعشاب نفس الشيء؟ إحنا بس خلينا نفرق بين مصطلح شاي، إحنا نقول حق شاي أي شيء مشروب حار نسميه شاي. نعم، لكن صحيح. هو الشاي اصطلاحا هو أوراق الشاي. الحين اللي قاعد تسألني عنه هو أعشاب، سواء شاي يعني شاي اليانسون أو شاي الزنجبيل. إحنا كأطباء ترى إحنا وايد ناس يظنون إحنا ضد الأعشاب وضد المنتجات الطبيعية، بالعكس إحنا مع الأعشاب ومع المنتجات الطبيعية. صحيح. تحبين شاي زنجبيل، شاي هاي زهرة اللي اسمها كاميليا، شربيها ما عندنا مشكلة. إحنا عندنا مشكلة مع الخلطات، إحنا عندنا مشكلة مع خلطة الشاي أو شيء ما تدرين شنو فيه، لكن الأشياء الطبيعية إحنا ما عندنا مشكلة معها. نعم دكتور، راح نطلع فاصل ونرجع عشان نتكلم عن الخلطات اللي أنا دائما تسوي لي حساسية. مشاهدينا فاصل ونرجع لكم. رجعنا معاكم مشاهدينا ومع دكتور أحمد عبد الملك. دكتور، نبي نكمل على موضوع الأعشاب أو شاي الأعشاب اللي يبيعونه عند الحواي، إيش رأيك فيهم؟ خليني أقول قصة بعدين أجاوبك. قبل فترة كانت عندي مراجعة وكانت تشكو من نحافة، فقامت راحت الحواي وقالت له أنا نحيفة، عشان أقول فعليش عندي العلاج، وعطاها شاي للتسمين. نعم طبعا خذت الشاي وفعلا اسمنت، لكن مع الوزن الزايد طلعت اشياء ثانيه، جسمها قام يجمع ماي،
الجلد عندها صار يعني حساس وايد، صارت عندها مشاكل بالنظر. طبعا ماكو سحر، هو هي شنو هذه خلطه التسمين؟ هو هي شاي مخلوط فيه كورتيزون، الكورتيزون ينفخ الجسم طبعا. اي طبعا هذا تنفيخ الجسم، مو عباله هذا مثل صحه، هذا مثل مرض، لان هذا مثل مرض. فاحنا هني المشكله، انا معي مع الحواي هذا اللي يبيع، شلون تبيع خلطه؟ شنو منتجات الخلطه؟ شنو محتوياتها؟ شنو تاريخ الانتاج؟ وين الجهه المصنعه؟ شنو الضمان ان هذه ماده امنه؟ طبعا هو العتب مو بس على الحواي، العتب على يعني العتب شديد على الدوله واجهزه الدوله الرسميه من وزاره الداخليه ووزاره الصحه، انه ماكو رقابه على الناس اللي تبيع المنتجات بكافه اشكالها وصورها من شاي وخلطات تحت اسم يعني اعشاب او مكملات غذائيه. هاي طبعا صحة الناس يعني صحة المجتمع بصورة عامة. صحيح دكتور، حتى اليوم أنت كنت منزل بالبوست عندك بالإنستغرام تساؤلات بريئة. ممكن دكتور شوية تكلمنا عن هالبوست؟ هو الموضوع يعني يرجع إلى أسبوع ماضي. كان سمعتم في حالة بالكويت تعاني من يعني سمنة وزن زايد، قامت دشت الإنستغرام وشافت واحدة تاجرة تبيع منتج اسمه حبوب بديلة التكميم. هي عبارة عن كورس 3 أيام، كل يوم تاخذين 18 حبة تقريبا، وهي تزعم ان هذا الكورس راح يخفف وزنك ب 10 كيلو خلال اسبوع تقريبا. هذه المرأة الله يرحمها طبعا خذت 18 حبة كل يوم، وصارت عندها مشكلة بالكلية ووقفت عندها الكلية، دشت المستشفى الأميري يوم بالعناية المركزة، ثم يعني ماتت الله يرحمها. فأنا دشيت على الحساب هذا اللي يبيع، وللحين موجود ترى بالرقم بالاسم موجود الحساب. فقلت له يعني هالكلام صحيح؟ طبعا حطني بلوك على طول. اي اكيد. فعلى طول حطيت يعني بوست ان انا اتساءل ان هذا اللي تبيعه اول شيء منو انت؟ واللي تبيعه من وين جبته؟ وشنو مكوناته؟ وهل تتحمل المسؤوليه الادبيه والاخلاقيه والقانونيه عن اللي صار؟ واخر سؤال حطيت سؤال يعني وايد بريء، كم الكورس اللي تبيعه؟ بعدين عرفنا ان الكورس اللي يبيعه اللي هو عباره عن 3 أيام عباره عن 200 دينار يعني. فهي سالفه يعني بزنس لا اكثر ولا اقل. الرقم موجود، يعني حطيت حتى منشن حق وزاره الداخليه ووزاره الصحه، اداره الرقابه الدوائيه، وننطر انه يكون في يعني حزم شويه، لان لما توصل يعني يوصل الامر الى ضرر الصحه والى الوفاه شنو بقى يعني اكثر من كذي؟ اي طبعا اكيد. يعني هو حتى احنا مفروض يعني احنا قاعد نشوف الحين اجهزه الامن قاعده تراقب تويتر، قاعده تراقب بس للاشياء السياسيه، لكن انا مثلا بالنسبه لي اقول الاشياء الصحيه وايد مهمة. يعني احنا مجتمعنا والناس مثل ما قلت احنا مجتمع يلحق الاشياء السريعة ويلحق الهبات الجديدة. يعني ترى انا ادعوش بس ادعوش يوم تروحين عند اي نادي صحي وتشوفين تكرمين الزبالة مع النادي الصحي، راح تشوفين بلاوي من ابر ومواد ممنوعة واشياء ادوية، حتى ادوية وزارة الصحة موجودة تكرمين بزبالة النادي الصحي. شلون وصلت هالابر؟ من وين جت؟ من يبيع داخل النادي؟ من قاعد يروج لها؟ شلون النادي يسمح؟ يعني صحيح. كل هذه اشياء يعني هذه الرقابة مفروض انها تكون، لان يعني بالاخر هذيل العيال دكتور، المشكلة ان الشباب اللي هم قاعدين يتوجهون وراء هذه الاشياء وهم اللي قاعدين ينضرون وبطريقة مأساوية، يعني مثل هذه الانسانة اللي توفت لان اخذت هذه الحبوب الغلط. بس دكتور يعني الحلو مثل ما قلنا ان في بعض الاشخاص اللي مثلك ومثل العديد من الاطباء والاخصائيين قاعدين ينبهون من هذا. يعني انت ما شاء الله عندك ايش كثر متابعين دكتور؟ عندي 390. ما شاء الله. يعني يعني وانا اشجعهم ان شاء الله يصيرون مليون دكتور، لان الناس اللي مثلك توصل هذه الرسائل وينسمع كلامها، يعني مو بس ان الواحد على قولة عندنا كلمه بالكويتي يفتح عشان يطمش بس، لا انا متاكده ان الناس تقرا كل شيء. فهذا من رسالتكم ورسالتنا احنا اساس توعيه الناس للاشياء الصحيحه. هذا الشيء نسويه يعني واجب، لكن اظن ان الجهد الفردي ما راح يفيد في حل هذه المساله، لازم يكون في جهد مؤسسي من الدوله، لازم تكون في رقابه وتشريع على هذه الاشياء اللي قاعد تصير. احنا كاطباء طبعا احنا ليش قلنا محروق؟ احنا قاعد نشوف بلاوي عندنا بالعياده. اللي ياخذ مثلا الاشياء هذه عنده مشكله بالكليه، عنده مشكله بالخصوبه والانجاب. البنت اللي قاعد تاخذ كريم التبييض عندها مشاكل بالبشره، اللي تاخذ التنحيف عندها مشاكل.
واحنا يعني بمواقع التواصل يعني تصير نوع من الـ من الـ من الهجوم علينا ان تقطع رزقي مو قطع رزقي. احنا ما عندنا مشكله ان انت يعني تبيعين منتجات يعني بعيدا عن الصحه وبعيدا عن هذا ما عندنا مشكله صح. لكن يعني انه يكون في ضرر على الناس احنا ما راح نسكت. دكتور هل مثلا من عندك الحين احنا دخلنا بموضوع ثاني صراحه شديتني بالكلام انه يجيلك وايد ناس عندهم يعني قاعد يتضررون وعندهم مشاكل من موضوع يوميا نعم. الاشياء اللي يشترونها وما تكون اصلا مرخصه طبيا. زين دكتور هل تنصحهم انه روحوا اشتكوا مثلا او هل اذا اشتكوا في ردة فعل؟ شلون يعني يشتكي هو لما يشتري الشيء ما في عقد شراء او شيء بينه وهي ماكو شيء يثبت اصلا وانت اللي شريت مني وانت كيفك وانت تتحمل المسؤوليه ماكو شيء يثبت ما في اثبات انه ممكن الواحد يعني مثل ما تقول يقاضيهم او مثلا على اساس انه شويه يصير ردع لهذه المسائل يعني فاحنا نتمنى ان شاء الله انه تتمنين وانا اتمنى بصوره اكبر يعني إن يصير شيء يعني دكتور رح نطلع فاصل ونرجع مشاهدينا فاصل وراجعين لكم. رجعنا لكم مشاهدينا وحديث شيق مع الدكتور أحمد عبد الملك. رح أسأل سؤال وايد مهم خاصة للشباب إنه في نوع من أنواع الأدوية وايد مفيد وهو دكتور أعتقد يعني مثل ما تقول الجولدن الحل الذهبي لي والسحري اللي يحب الشباب اللي هو الراكوتان. فدكتور شنو فائدته وشلون استخدامه يعني لأن هم قاعد يبيعونه بمواقع التواصل الاجتماعي. الروكيتون هو دواء جلدي موجود عند المستشفى هو من مشتقات فيتامين A يعتبر من أفضل الأدوية المعالجة لحب الشباب وفعال جدا يعني احنا نصرفه للحالات المتقدمة من حب الشباب. المشكلة ان الحين قاموا ياخذون على حبة صغيرة بالوجه او حبتين بالوجه قامت تاخذ هذا العلاج هذا. مشكلة هذا العلاج صح انه يعمل لكنه هو شوية قوي على الجسم يعني اول شيء ينشف السوائل ينشف الدهون يرفع انزيمات الكبد واهم ضرر فيه انه يمنع الحمل بعده لانه يسبب تشوهات للجنين حتى لما نعطي مع حق مرة متزوجة نعطي مانع حمل ويمنع الحمل لمدة 3 أو 4 أشهر بعد توقيف الدواء. اللي تاخذه من برا وتشتريه من برا اول شيء قاعد يصرف من دون متابعه، احنا قبل نستعمله لازم نقيس انزيمات الكبد قبل وبدل العلاج، لان في ناس عندهم وايد ترتفع انزيمات فنضطر نوقف الدواء. اللي ياخذونه من برا واللي يبيعونه من برا ما تتم عندهم هالعمليه، ماكو رقابه الكبد فممكن الكبد يصير فيه مشكله اصلا. الشيء الثاني مشكله الجفاف احنا اللي نعطيهم اياه لازم نعطي قطرة حق العين وقطرة حق الأنف لأنه هو يجف الجسم بصورة يعني وايد كبيرة. والشيء الثالث مشكلة الحاملة هذه ويأخذونها من دون وعي أنه ممكن يضر المرأة. يعني دكتور احنا انا برد اقول اسمه دكتور اذا تتفضل تقول لنا اسمه للدواء على اساس ان الناس اذا شافته روكيتون اسمه دكتور لازم يعني ضروري لانه مثل ما قلت تاثيره على الكبد ضروري يكون في متابعه طبيه على طول. دكتور كم المده انت كطبيب كم المده توصفه ولا على حسب الحاله؟ حسب الحاله لكن هي من 3 إلى 6 شهور ممكن نكمل بعد في اكثر دكتور الاشخاص اللي ياخذونه تنصحون بعدهم بشرب السوائل لانه يؤدي الى الجفاف؟ نعم. في بعض الاشخاص يعانون من انا لان في وايد ناس دكتور يستخدمونه يعانون من بقع بعد استخدامه بفتره يعني 2 أو 3 شهور على الجلد، هل هذا سايد افكت نعم صحيح؟ نعم البقع الجلديه ممكن تصير لكن شيء مؤقت راح يختفي من دون علاج. اي نعم بدون اي علاج. نعم. دكتور ابي ارجع مره ثانيه للمشروبات، يعني احنا اليوم حلقتنا اكثر شيء على المشروبات، في بعض المشروبات مثل عندنا الزنجبيل، المرقدوش لها العديد من الفوائد، شنو اكثر شيء انت تحب تشربه اللي لها فائده؟ اللي تو اخذته منكم شراب الينسون. ما تدري عن القصه المشهوره ام كلثوم قبل تغني كانت ينسون حق الاحبال الصوتيه وانا مو نفسي ما شاء الله متعود على الالقاء وكذي فشوي ريجي نشف يعني الينسون للاحبال الصوتيه طبعا هو يعني نسميه اعشاب من الطب الشعبي هو ليس طب
يعني طب يعني له ادله علميه. صحيح. لكن القاعده ان نفس ما قلنا الاشياء الطبيعيه اللي ما فيها خلطات احنا ننصح فيها. دكتور في بعض الناس مثلا يعني يناسبهم شيء والبعض الناس لا، يعني مثل شاي النعناع زين لعمليه الغازات وعمليه الهضم، بعض الناس ياخذونه يقولون لا سوالي انتفاخات وسوالي مثل حارج، فشلون الشخص ممكن يعرف؟ انا انصحك ان مثلا انت الحين نصحتني باليانسون، اي انا اشربه اصير اكح. إيه صح زين صح يعني ممكن يصير ترى. إيه صحيح. صح. فهل انا اسوي اختبارات حق جسمي ولا في دكتوره في قاعده طبيه قنتها ليلى مراد من زمان، قالت انا قلبي دليلي. صحيح. وانا دائما اقول حق المرضى بالعياده خل جسمك دليلك. إيه نعم. خاصه اللي عنده مشاكل بالجهاز الهضمي، شوف شنو الشيء اللي ترتاح له، شوف شنو الشيء اللي ضايقك، انت جرب وشوف، خاصه الناس اللي يعانون من الغازات والانتفاخات. مثلا القاعده تقول انه توخر عن البقوليات الفلافل والفول والعدس، في بعض الناس ياكل الفلافل عادي ما تجي له غازات. صحيح. في بعض الناس الحليب يضايق، بعض الناس الحليب ما يضايق. فانت شوف جسمك خاصه في مساله الجهاز الهضمي، كل انسان سبحان الله يختلف عن الانسان الثاني. زين دكتور هل مع التقدم بالعمر، يعني مثلا انا الحين لان لفت نظري بموضوع الحليب، بعض الاشخاص يقولون يعني انا مثلا عندي الوالده تقول لي انا طول عمري اشرب حليب بس هالايام صاير انا ما اشرب الحليب احس عندي انتفاخ، احس مو مرتاحه، يعني الجهاز الهضمي عندي مو مرتاح، هل التقدم بالعمر ياثر مثلا على عمليه الهضم، ياثر على شكل الامعاء او ممكن تكوينها؟ ممكن صح، الناس اللي تضايق من الحليب خاصه تضايق من ماده بالحليب اسمها اللاكتوز. اي نعم. فممكن تسوي الانتفاخات والغازات، فالوالده الله يخليها ممكن تجرب حليب خالي اللاكتوز. اي نعم. وتشوف مساله الانتفاخات. طبعا الجهاز الهضمي ممكن يعني ممكن هذه الحساسيه اللاكتوز تصابين فيها بي عمر. أه. يعني تشربين حليب طول عمرك فتره معينه يعني خلاص قمت تضايقين من الحليب. صحيح. من ماده اللاكتوز. اي ممكن الجهاز الهضمي يتغير مع الزمن. يعني ننصح الناس نقول لهم مو شرط ان انت شيء متعود عليه بعد فتره رجعت له مره ثانيه او مثلا بعد سنين رديت تجربه انه ممكن الجسم تكوينه يتغير او مثلا بعض الاشياء تقل فعاليتها داخل الجسم فيصير تاثير سلبي، يعني مو نفس رده فعل جسمك تختلف من مكان الى مكان، من زمن الى زمن، او حتى من الحليب نفسه. اي نعم. ساعات سبحان الله ماركه حليب تضايقك وماركه ثانيه من الحليب ما تضايقك. آه. وهم انواع الحليب تختلف انه بال يعني ولا هو اللاكتوز فقط لا غير اللي هو مشكله في الغازات اللاكتوز. لكن في حليب الكامل والقليل والخالي هذا مساله الدهون. في طبعا حليبات الحين الصويا والاشياء الثانيه هذه تكون كبدائل اللي يضايق من دكتور عندي سؤال، احنا تقريبا وصلنا للنهايه على موضوع وسائل التواصل الاجتماعي، هل كل الناس تتفاعل بشكل سلبي ولا في ايجابي ولا في ناس لها تفاعلات سلبيه على مثلا المواضيع اللي انت قاعد تحطها بالموقع؟ مواقع التواصل دكتوره نفس كنا مجتمع مصغر. ففي الانسان الايجابي، في السلبي، في اللي يشجع، في اللي يحبط، في المؤدب، في قليل الادب. انا اول فتره كنت اتضايق من الردود السلبيه وانتقادات وقله الادب، بعدين عرفت ان انا مو من واجبي، يعني مو من واجبي مثلا اللي قل ادب ارد عليه او اربيه. أيه. مثلا او مو من رادي شيء سلبي اقعد اعالج سلبيته. لا انا احط المعلومه الطبيه وبس. انزين ومن أيه. من من جهتك دكتور هل انت مثلا اذا دخلت على اي موقع ولقيت فيه شيء خطا او مثلا معلومه خاطئه، هل يعني تصلح المعلومه للشخص اللي كاتبها او انك توقف يعني على اساس انه لا تضايق هذا الشخص او لا يعني تحسسه انه والله انت تبي مثل ما تقول تطغى عليه بمعلوماتك؟ او مواقع التواصل مفتوحه فكل واحد يقدر يقول اللي يبي يقوله من دون اي اثبات علمي. الحين المشكله انه وايد ناس تتكلم بالصحه وبالغذاء وبالدواء وهم ما عندهم مثلا يعني ما عندهم شهاده او شيء. الحين اذا شفت انا شيء غلط، اول بالبدايه انا كنت شويه تصادمي يعني وخاصه صارت لي مع كم واحد اني اقول كلام غلط، بعدين اكتشفت ان عمليه النقد والتصليح يعني صعب الواحد يتقبلها منك. أينا. فانا قمت احط الموضوع تصحيحي من دون لا اجيب ذكر يعني اسماء. تحط الموضوع تصحيحي بالبوست عندك، يعني تنزل بوست انه على اساس يكون شيء
يصحح المعلومة اللي سابقة. وهذا يعني طريقة وايد دكتور يعني ذكية وجيدة أن الواحد يعطي المعلومة بطريقة صح بدون الهجوم على الآخرين. إحنا دكتور لأن يمكن صارت عندنا حساسية من هالمواضيع الخطأ اللي قاعدة تنزل، خاصة موضوع التغذية قام الكل يتكلم فيه، وأشياء غريبة يعني نسمع عن ورق العنب، رجيم ورق العنب، نسمع عن رجيم الشاي، نسمع عن يعني أشياء غريبة وعجيبة يعني. صح إيه. حتى الحين بالكنترول قاعدين يسألوني إن أنواع الحليب اللي قاعدة تنحط بالإنستغرام، حليب العيش، حليب اللوز، حليب الكوكونات، هل هذه دكتور يعني عادية إنه يروح الواحد ياخذها إذا شافها؟ هو يعني الحليب تعريفا هو مادة صنعت من غدة. هذا الحليب اللوز والصويا ترى مو مصنوع من غدة، بديل، هذا معصور النبات عصر. هو ليش موجود؟ هو بديل حق اللي عنده مشكلة بالحليب، عندهم حساسية من الحليب، حساسية من اللاكتوز، عندهم مشكلة مع الحليب، هم يلجؤون حق الأشياء هذه. صحيح. أي فهو الخيار الأول هو الحليب الطبيعي. الحليب الطبيعي، بس إذا في أي مشكلة ممكن نختار هذه كبدائل للحليب. دكتور وصلنا إلى نهاية برنامجنا، أبي قبل لا نختم يعني نصيحة بسيطة تعطينا إياها على أساس أن المشاهدين مثل نختم حلقتنا بنصيحة منك. زين أنا بس نصيحتي بسيطة أن أنت كإنسان يعني أثمن شيء عندك شنو؟ صحتك. صحيح. فأنا ودي أنك تستثمر بصحتك، تستثمر ان تكون عندك ثقافه غذائيه وثقافه صحيه، عشان هذا الشيء الزين انت تستثمر فيه يعني. شكرا دكتور، شكرا لتواجدك معنا، وانا صراحه اليوم استفدنا وايد من الحلقه اللي فيها معلومات وايد كبيره وهم خفيفه علينا وعلى صحتنا ان شاء الله. شكرا لك دكتور. مشاهدينا اشكر حضوركم معنا أو تواجدكم ومشاهدتكم لهذه حلقتنا اليوم، وإن شاء الله وعدنا الدكتور أحمد أن راح يكون معنا في حلقات قادمة، وأمسيكم على خير ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ومع السلامة.